السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات سوسو كيتشن. أنا صباح. اليوم كنت في واحد المحل واشتريت سمك صغير ما يفوتش الحجم ديالو 15 سنتيمتر، كيعيطولو باللغة الإنجليزية سمالتس وباللغة العربية سمك الهف. جوجل لي قال شغنقول لكم، مذاق ديالو رائع وعجبني بزاف، وقلت مع راسي علاش ما نقدموش لكم وصفة حتى انتم تستافدوا. نمشيو نشوفوا الطريقة والمقادير. يلا بسم الله. نضفو السمك، نحيدو ليه الراس والأمعاء، غادي نتبلو بملح الهيمالايا، الملح الوردي، فلفل اسود، غادي نتبل الدقيق حتى هو بملح الهيمالايا والفلفل الاسود. ونقليوه في الزيت يكون سخن قبل ما نحطوه في الزيت، نفضوه في حلقة باش نحيدو منه الدقيق الزائد. مره مره نقلبهم فحال هكا، ملي تغير اللون ديالو فحال هكا يولي ذهبي نحيدو ونديرو فوق الورق باش يتشرب الزيت. جربت قليت هاد قليت النص في الزيت حتى تحمر وحيدته، والنص الثاني غنجربوه غير تقريبا غير قاص العافيه وحيدته. هذاك اللي تحمر مزيان جاني قاصح بصراحه وما فيه حتى شي طعم، ولكن هذا اللي قاص غير العافيه تقريبا شي 3 دقائق حيدته، هذا جا مزيان، جا رطب وفيه المذاق ديال السمك. دونك ننصحكم ما تخليوش حتى يتحمر بحال الحوت العادي. انا الحوت العادي ما تنخليش حتى يتحمر بزاف حيت كيبقى هذاك المذاق ديال الحوت. غير فحال هكا نوريكم، باقي سخون بزاف، تحلو فحال هكا فحال هكا كيبقى هكا بيض. شاركوني بتعليقاتكم وارائكم، ما تنسوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. شكرا وإلى اللقاء.